رانيا سلوان تعد الافطار لايتي بالعربي. انت جاي تستغني لانك جوعان. انا كتير جوعان، يعني رمضان كريم والصيام مبارك على الكل، بس انا جاي اكل. بعرف شو بدك تاكل، شو عاد؟ هلا فينا نقول انه انا يعني اتفقت انا وياك انه انا بحب الفاهيتا. تعتبر طبخ؟ هلا كل شيء واقفه على الغاز هو الطبخ. هلا هذا الشيء لانك ما بتعرفي تطبخي، ولا انت بس عم تقتنعي بالموضوع؟ استرنا امك. يلا وهلا انتقلنا مع رانيا سلوان على المطبخ اللي خصص لنا اياه، اوتيل ارجان روتانا في بيروت، لنحضر الفاهيتا. والخطوه الاولى هي تنظيف الدجاج. لازم البصل، انا طالعه هيدي بطوله. هلا انا مفروض ساعدك؟ تعرف قشر بصل؟ وين البصل؟ طب ليك بس قشرهم، بس قشرهم، بس شيل القشره عنهم. بالسكين هذا الشيء بيصير صح؟ انه وهلا هلا بلشوا يكروا الدموع. لا شو؟ اذا هلا بدهم يكروا الدموع على التقشيره، لكن شو تركت للفرن؟ يا دلي على الصغار. انا يا دلي. اوكي هيدي البصل يا قشرته. عن جد وجعوني عيوني. ليك اتركن للبصلات. شو؟ اتركن. شحره يعني. ليه عيوني هيك صح؟ عيوني هيك بيعملوا فيها للبصله؟ تعال حتى علمك عنوية. شو؟ لحتى البصلة ما تحرق لك عيونك. حطي لها مي؟ دايما مفتاحة تحت الحنفية. صح سمعنا الخبرية. خلينا هلا نعمل البصلات. رح نحط البصلات بالاول من عندهم. دايما دموع. هون عم حط لهم هلا شوية بهار حلو. اوكي هلا بدنا ننطر الكرمل لحتى يعني هي المقاس يلي فليفلك بس عامله هيك. بس عامله هيك بنشيله لحنا. هاي المعلومه كمان لازم استعملها. بس شوفها هيك، بس الفليج هيك بنشيله. هو المفروض نضلنا نعملهم هيك. برافو يا شاطر. I'm very proud of you. بدي بس زقفه لي. I'm very proud of you. يا معلم يا معلم. ايوه اكيد رح يكونوا كثير براود اوف مي العالم. هلا رانيا اليوم انت سينجل مام. سينجل مام. قد ايه صعبه المسؤوليه انه يكون عندك اولاد وسينجل مام بنفس الوقت؟ قد ايه بتحسي حالك بيعطوك قوه بالحياه اولادك؟ ليك عادي، ياما في نسوان منا سينجل مام والرجال منظر بالبيت يعني. بس هو بروح على الشغل وبيجي بنام. فمش ضروري يعني يكون سينجل مام هي المتعبه. انا بالنسبه لي اي انجوي بينج امام، لانه اولادي هلا صاروا كبار. صرت بنبسط انا وياهم، صرت بحس ب كيف بدي اقول لك يعني بالساتسفاكشن وقت اللي بشوفهم هيك انه انا كبرتهم وصاروا كبار ونظهر مع بعضنا ونتسلى مع بعضنا، فهيدا الشيء كثير حلو. اوكي هلا نحن هيدول خلصوا، رح نشيلهم على جنب. اوكي اكيد واضح انه شكلهم كثير. شم ريحتهم شو طيبه. نقي لي خمسة من زملائك عبالك يشاركوك بهذا الإفطار. ما بيصغر خمسة. اف نحن بعروس بيروت أكثر. خمسة أنا بدي منهم. علاء أكيد ما حأعزمه لأنه بده يتمسخر على أكلاتي. فبعزم كارمن. أكيد. وميا. أوكي. وأيمن لأنه يقبرني دايما مشجعني. بحب أكلاتي دايما بقول لي شو طيبين. نوجه له تحية. ثاني يوم بقول لي رانيا ما كانوا بيتاكلوا بس كنت كثير جوعان. أوكي هو الداعم على طول لك. جو تراد أكيد لأنه بياكل الأخضر واليابس. أوكي. أوكي أنا فارس ياغي. فارس ياغي. ما إلي عين أعزم تقلى لأنه طبخة كثير طيب. كمان فما إلي عين. أنا كنت ناطر تقلى يعني. ما إلي عين أعزمها لتقلى لأنه يعني بستحي لأنه هي أكلة بتعمل أكل كثير طيب. بحب
خبركم مشاهدينا انه رانيا تقريبا عامله لشي 8 افراد او 10 افراد. هلا هتاخد الصحه لكن انا وياك افطار وصحه. هيدي الفاهيتا تقريبا قديش اخذت وقت؟ ما كثير يعني نص ساعه كنا مخلصين. ايه كانت رادي دغري بس عن جد شكلها كثير طيب ومش ناقصها شيء. قريت مش رح اخذ رايك لانه اوريدي اخذت رايك. هلا اعطيت وحده باكد لك رايي شو هو. الحمد لله. في جعان. انت ماشي ما عم شوف. لا لا بلا باكل. رانيا بدي اقول لك عن جد ثانك يو على هالاكل الطيب اليوم. صحة. هلا جينا هيك نطلع شوي على هذا المنظر الحلو من اوتيل ارجان باي روتانا اللي موجود بالروشه. اكيد اشهر بان تعرف نحن وين. هيدا المنظر اجمل منظر بالعالم. قديش بلدنا حلو وقديش بيروت حلوه. يعني الله يحملنا بلدنا. بدي اقول لك رمضان كريم لك. ثانك يو. رمضان كريم لكل المشاهدين لكل الوطن العربي وان شاء الله صوم مبارك وان شاء الله خير وبركه للكل. ان شاء الله علينا وعليك. ميرسي. ثانك يو.